ما انتم هذه عقاقير واحد يعني، بعدين راح تصعدون للثالث ان شاء الله، تاخذون عقاقير اثنين وثلاثه، راح تاخذوها بتفاصيل اكثر وادق، يعني راح تاخذون مثلا الالكالويدز بشكل موسع، الجلايكوسايدز بشكل موسع، تاخذون البايوسينثيتكس باث واي للفايتوكيميكالز، وتاخذون الفولاتايل اويلز والفيكست اويلز وغيرها، يعني تاخذون كل مركب بتفصيل شويه. فلازم انتم يكون عندكم هاي المرحله، يصير عندكم باك جراوند عن الفايتوكيميكالز بشكل عام. هناخد انترودكشن عن الفايتوكيميكالز. Phytochemicals from the Greek word phyto, meaning plants, are biologically active, naturally occurring chemical compounds found in plants. كلمة phytochemicals طلاب هنا شوية بها اختلاف عن ما أقول natural products أو أقول medicinal compounds، لانه هذا المصطلح الفايتو بالتحديد وين ما تلقوه معناها نبات، معناها بلانت. فالفايتو كيميكالز هي الكيميكالز اللي نقدر نسوي لها اكستراكشن من البلانت فقط، فاسميها فايتو كيميكالز، واضح؟ اما يعني هذه مو معناها انه السكندري ميتابولايتس او الناتشرال برودكتس كومباوند هي مو فقط بالنبات. احنا ذكرنا انه ممكن استخلصها من انيمالز، من انسكتس، من فانجاي، من حتى بكتيريا ممكن استخلصها، لكن هذه هسه اللي راح ندرسها، هذه المركبات هي خاصه بالفايتو كيميكالز. يعني قلت لكم وين ما تلقون كلمه فايتو، فايتو معناها كلام. فالكيميكالز اللي فقط تستخلص هنا بهاي المحاضره هي من البلانت. فراح ناخذ البيولوجيكال اكتف الها والناتشرال اكيرنج ان بلانتس which provide health benefits for humans rather than those attributed to macronutrients and micronutrients. يعني ما يتعلق بالصحة فقط، ويعني صحة الإنسان، وليس ب يعني كمواد غذائية نتناولها سواء ماكرو أو مايكرونيوترينتس، هي مو من هذا الجانب نهائيا تؤخذ، وانما يعني تعرفون في النبات هو ايضا الاساسي اللي مثلنا بالكربوهيدرات، مثلنا بالبروتينز، كثير من الماكرو والمايكرو نيوترينتس موجوده ممكن بالنبات، لكن احنا ما راح ناخذ النبات بهذا الجانب، لا راح ناخذه بجانب ميديسينال، جانب الطبي اللي هي المركبات اللي تختلف تماما عن الغذاء اللي احنا نتناوله او اللي نحصله من البلانت. واضح؟ يعني الطلاب لازم يتميزون المركبات اللي نتناولها احنا لما نتناول مثلا الخضروات والفواكه وكل انواع الاغذيه النباتيه. نتناولها ك برايمري برودكتس للنبات هو. يعني انا شو اتناول من النبات؟ ما مجموعه مثلا اما يكون غني بالبروتين، غني بالكربوهيدرات، هذني primary products ينتجها النبات. نكمل ان شاء الله. فقلت لكم هذا مفهوم مصطلح الفايتوكيميكالز، يعني لازم تميزوه عن اي مركبات ثانيه. وين ما تلقون كلمه فايتو معناها بلانت. فايتو ثيرابي يعني العلاج بالنباتات. فايتوكيميكالز يعني المركبات الكيميكالز المستخلصه من البلانت. مثلا فايتو كومباوند، اي فايتو يعني اي كلمه اي مصطلح تلقون بي فايتو يعني النبات. فقلت لكم هذه الفايتو كيميكالز تعتبر هي سكندري ميتابولايتس بالنسبه للنبات. يعني شنو سكندري طلاب؟ النبات بالاساس لما يشتغل هو ما يسوي البايوسينثيسيس مالته حتى يسوي سكندري، لا هو الميتابوليزم مال النبات هو تعرفون بالفوتوسينثيسيس البناء الضوئي، ايش ينتج؟ ينتج جلوكوز، يعني ينتج كربوهيدرات، بعدين تتنوع الكربوهيدرات وتتعقد يعني برايمري وسكندري وكومبلكس كربوهيدرات، يكون بروتين، يخزن مركبات، هذا شغله الاساسي، هاي الميتابوليزم للنبات، هذا هو الميتابوليزم.
تبقى أثناء عملية طبعا الفوتوسينثيسيس هي ودورة كريبس، كريبس سايكل مهمة جدا، وعدة تفاعلات الضوء وتفاعلات الظلام، واكو داخل السيتوبلازم، واكو يكون داخل الميتوكوندريا وغيرها. كل هذه التفاعلات إذا تتخيلوها وإذا تتذكرون هذه السكيم مثلا المشهور سكيم خاص بدورة كريبس، اكو تلقون هيك سايد برودكت، يعني شلون الويست بالنسبة لل هو التصنيع الأساسي إما للكربوهيدرات، لكن يصير شلون يعني فضلات، يعني بالضبط هي ويست برودكت، فضلات يطرحها النبات أثناء الـ يعني أثناء الانتراكشنز، أثناء عملية تكوين البرايمري برودكت، يطرح بعض المركبات هي نعتبرها سايد برودكت، مركبات ثانوية بالنسبة للنبات. هذا ما يعني هاي المركبات الثانوية هي هاي الفايتو كيميكالز اللي احنا راح نستخدمها بالمديسن، هذه هي نستخدمها الها مديسنال يوزز، يعني فارماكولوجيكال يوزز الها للانسان للحيوان وغيرها. طبعا هذا ما يعني انه النبات ما يستفاد من السكندري برودكتس بالميتابوليزم، واضح؟ احنا الميتابوليزم اساسه البرايمري اللي هي قلنا كربوهيدرات وبروتين وليبيدز وغيرها، هذا السكندري هن ذني نجي عليهم، يعني الالكالويدز الفينولز التيربين كل انواع الجلايكوسايدز الاويل، يعني الاويلز اللي هي ذني الازينشيال وغيرها، الاودرز اللي تشتموها، الفليفر اللي موجود بالنبات، هذه تعتبر نواتج سايد برودكتس او سكندري ميتابولايز. بما انه هي ويست برودكت يمكن راح تصورون انه هي ما يستفاد منها النبات باعتبار هي فضلات، لا، هذا الويست برودكت راح تنخزن بالنبات والموجوده ستاند اب، يعني النبات احيانا يحتاجها كبروتكت اله. النبات لما يتعرض الى هجوم خارجي من حيوان مفترس او اليلوباثي، اليلوباثي يعني من تنافس نبات اخر بصفه على الغذاء الموجود بالتربه مثلا او على كميه الماء، يستخدم هذه السكندري برودكت للحمايه كبروتكت الى ديفنس الى، يعني اذا مثلا تجرح النبات تشوف راس النبات مثلا بالساق سوت بيه فجرح سكين او غيره، نشوف راس راح يفرز مواد، مو صحيح راح يفرز مواد شلون الحليب الابيض او غيرها، هاي رسنز، هاي رسنز مواد دفاعيه، راسا راح تلم الجرح، شلون مثلا الانسان لما يصير كلوتنج على الجرح بالضبط، ويغطي هاي المنطقه ويمنعها من التلوث، هذه مثلا مواد يفرزها بالانجري. مثلا نقص عنده كمية الماء يسوي رسن، يفرز مركبات على الأوراق، يسويها واكسي لاير، واكسي لاير تحميها من أشعة الشمس، تحميها من فقدان الماء الزائد. تعرفون شلون في النبات إلى وسائل ديفنس رغم أنه هو بمكانه ثابت، مو مثل الحيوان يقدر يهرب إذا جت الشمس قوية يقدر يروح بمكان ظل، لا، هذا النبات شو يسوي؟ يفرز. إذا هذه الويست برودكت ما يستخدمها النبات بالجروث بالريبرودكشن يعني امور الاساسيه ما يستفاد منها النبات، لكن في بعض الاحيان يحتاجها، نعم. فالويست برودكت وان كانت هي ويست بالنسبه للنبات لكن ايضا يستخدمها في بعض الحالات، لكن هي بالنتيجه النهائيه سكندري. They protect plants، شوفوا they protect plants then secondary يعني او phytochemicals from disease. اذا صاب النبات بمرض شلون الانسان لما ينصاب بمرض يزيد المناعه مالته بالار بي سي وغيرها، نفس الحاله النبات ايضا يقوم يزيد من انتاج المركبات الثانويه and damage and contribute to the plant's color. ايضا هو مسؤولة، ترى هذه السكندري ميتابولايتس هي المسؤولة عن البلانت كلر والفليفر، مسؤولة عن الأروما عند فليفر. أكثر هذه الكلرز هي فلافينويدز، وأكثر الأروما هاي تجينا هي شنو؟ إزينشيال أويلز. الفليفر أيضا فلافينويدز، يعني هاي الطعم والألوان الموجودة بالنباتات هذه كلها سكندري، بالذات هي من أنواع الفلافينويدز. إن جنرال
The plant chemical that protects the plant cells from environmental hazards such as pollution, التلوث, stress, drought. Stress يعني شنو طلاب هنا نقصد بيها؟ أي جو، أي تغير في بيئة أو المحيط الاعتيادي للنبات هو اسمه stress. يعني النبات مثلا يعيش بدرجات حرارة خلينا نقول من 25 إلى 35 درجة مئوية. لما أنا أوصل الحرارة بالإنفايرومنت المحيطة بها إلى 40 هنا عرضت النبات إلى ستريس. لما هو يحتاج إلى الماء يوميا وأني أعطي ماء كل أسبوع هذا ستريس، لازم يدافع عن نفسه، يعني لازم يحاول البقاء من خلال هذه المركبات. الدراوت، الجفاف، اليوفي اكسبوجر اند باثوجينيك اتاك، الشغلات الممرضه الباثوجينيك ممكن تكون فانجاي، ممكن تكون سببها انسكت. عفوا او باراسايت ايا كانت، هاي كولد از فايتو كيميكالز. هي هاي عرفنا شنو يعني الفايتو كيميكالز. هذا ريسنتلي هذا طبعا راح تقولوا احنا شعلين احنا هذا احنا ما يخصنا بالصيدله بهاي المركبات، واحنا لازم نعطيكم باك جراوند انه النبات ليش عنده هاي المركبات، واضح؟ وبعدين نجي احنا الهيومنز شلون راح نستخدمه. ريسنتلي اتس كليرلي نون that they have rules in the protection of human health. شافوا انه بما انه هذه phytochemicals هي يستخدمها النبات بالprotection إلي. فبداية الحديث كانوا العلماء قالوا لعد هي ليش ما ممكن نفسها هذا البروتكشن للنبات يصير بروتكشن للهيومن، يعني اذا هي بتحمي النبات مثلا من اصابة فطر معين، فطر ممرض، نفس الفطر هذا يمرض الانسان، زين لعل بركي هو هذا نفسه اللي يشفي النبات نفسه راح يشفي الانسان، تعرفون شلون؟ فهذه بدايه الفكره، يعني بدايه استخدام الفايتو كيميكالز بالعلاج او للبروتكشن اوف هيومن هيلث. هذه كانت البدايه. When their dietary intake in significant، يعني لما تاخذ بشكل صحيح وبكميات significant طبعا لازم تكون more than 4000 phytochemicals have been cataloged and are classified by protective function, physical characteristics and chemical characteristics and about 150 phytochemicals have been studied in details. يعني حوالي 4000 نوع من الفايتوكيميكال ترى هي حاليا معروفة اللي تم دراستها، واللي أكثر شيء معتمدة هي حوالي 150 مركبات كثيرة طلاب، كلش هواية المركبات الفايتوكيميكالز. يعني اختلاف الذرة وحدة بالستركتشر هذا طانا مركب ثاني إلى استخدامات غير وإلى الى ستراكتشر غير والى يعني الى ممكن حتى كلر والى يعني هواية امور تختلف اذا اختلفت ذرة بالكيميكالز. In wide ranging dietary phytochemicals are found in fruits, vegetables, legumes يعني بالفواكه بالخضروات بالبقوليات، whole grains الحبوب بشكل عام، nuts الجوز بأنواعه، the seeds بالبذور، الفانجاي أيضا. هو شوف هنا ليش حط الفانجاي طلاباني، احنا قلنا كلمة phytochemicals هي شنو خاصة بالنبات، ترى الفانجاي أخيرا يعني من قبل حوالي 15 أو 20 سنة صنفوا الفانجاي ضمن مملكة النبات، صنفوا الفانجاي ضمن مملكة النبات. فلذلك يعني لما يصير الكلام عن البلانتس يدخلون وياها الفنجاي. قبل هذا التاريخ كان الفنجاي إلى مملكة خاصة أو يخلوه مع غير مملكة ما أتذكر بالضبط، لكن آخر تصنيف للممالك الخمسة هي الفنجاي هي من ضمن مملكة البلانت، واضح؟
ولا زال البعض يعتبرها لا مو من ضمن البلانت، باعتبار هي لا بها جذور ولا سيقان ولا اوراق، فيجي واحد يحتاج يقول هو شنو علاقتها بالنبات، لكن هي من ضمن المملكه هذه، يعني تعتبر ويا النباتات. الهيربس هي طبعا بلانت، هي اعشاب. سبايسز موجوده ايضا بالسبايسز، يعني بعض الامثله يعني بروكلي، كابش طبعا ذني بلانت، كاروتس، اونيونز، جارليك، هول ويت، برود بريد العفو، يعني بطحين الخبز يعني بالحنطه، توميتوز، جريبس، تشيريز، ستروبريز، هذه راسبريز، بينز، ليجيومز اند سوي فود ار كمان سورسز، يعني هاي تعتبر مصادر رئيسيه للنبات. وهنا ارجع شويه على الفنجاي، من ضمن الفنجاي اللي احنا نتناولها هي المشروم. مشروم احنا مو نتناول هذا الفطر، المشروم هذا المشروم هو من انواع الفنجاي، واضح؟ يمكن انتم تشوفون المشروم تقولون هذا نبات، هو مو نبات طبعا، هو فنجاي. Phytochemicals accumulates in different parts of the plants، يعني الفايتوكيميكالز ممكن نلقاها متجمعه في اجزاء مختلفه من النبات بحسب نوع النبات. ممكن نلقاها such as in roots، مثل عندنا الكاروت، الجزر، او مو شرط طبعا احنا نحكي على الفايتوكيميكالز وليس برايمري يعني سكندري، فايضا ممكن هاي السكندري نلقاها متجمعه بالروت، بالجذور، بالستيمز، بالسيقان، بالليفز الاوراق، بالفلاورز، بالفروتس، بالسيدز، يعني ممكن في اي جزء من النبات يكون هو المسؤول عن خزن نوع معين من الفايتوكيميكالز. شوفوا طلاب، احيانا يعني مثلا اريد استخلص فد نوع من الالكالويد، اجي القى فد نبات هو يكون غني بالفايتوكيميكالز، اريد نوع معين من الالكالويد، لازم اني قبلها اسوي سيرش، لازم سيرش وسيرش بحثي علمي يعني اكزاكتلي مو اي سيرش، يعني اعرف لازم اني هذا النوع من الفايتوكيميكالز وين مخزون بالنبات هذا، لان النبات بي جذور وسيقان واوراق وازهار وثمار وبذور، وما اجي اخذ كل النبات، اذا اخذ كل النبات واستخدم مثلا مثلا نوع من الجلايكوسات كارديو اكتيف او غيره او اي نوع او اي نوع من من الالكالويدز، مثلا نجي على النيكوتين، النيكوتين تعرفوه نيكوتين وين موجود بيا نبات؟ بالتبغ اللي هو التوباكو، مو صحيح؟ بالتوباكو. اجي انا اريد نيكوتين، النبات هو نبات كامل، هل من الصحيح انه اني اخذ النبات بالكامل واستخلص من عنده النيكوتين؟ لو لازم اني اعرف هو وين موجود النيكوتين، النيكوتين ستور ان ليس، موجود بالاوراق، فاروح مباشره على اليمن اجمع بس الاوراق وسويت اكستراكشن للنيكوتين اوراق التوباكو. طبعا انا ممكن اخذ النبات بالكامل لكن ما بي نيكوتين، يعني اروح السيقان والجذور ما بيه النيكوتين، فبالتالي شو اسوي؟ اذا اخذ مثلا 5 كيلوات من نبات التوباكو الكامل الهول بلان، يجوز ما اطلع لي 100 غرام من الـ 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 النيكوتين، في حين انا لو ما اخذه 3-4 كيلوات بس من الليفز مالته، اقدر اطلع هاي الغرامين 3 من النيكوتين، تعرفون شلون؟ فشوفوا عمليه الاستخلاص شلون راح تصير معقده، تاخذ وقت اطول، تاخذ مجهود اكبر، تاخذ مواد كيميائيه اكثر، وانا راح بالتالي احصل على نفس ال 2 غرام، لان انا هذه 2 غرام ما راح تجيني غير بس من الاوراق من الليفز، ذاك شغلك كله ما راح يفيد الان. بالستيمز وبالروتس وبالفروتس والفلاورز وغيرها كلها ما راح يفيدني، فلازم احنا نحدد المكان او البارت اوف ذا بلانت ذات ستور كيميكالز ويتش وي نيد، واضح؟ فعندنا موجوده بارتيكولارلي ذا بيجمنتس مولكيولز، ممكن حتى الصبغات نستخلصها مثل الشوندر وغيرها، ار اوفن concentrated in the outer layer of the various plant tissues.
يعني بدنا نقول انه البيجمنت دائما الصبغات هي تكون مركزه بالاجزاء الظاهريه او الخارجيه بالنبات. Levels vary from plant to plant depending upon the variety, processing, cooking, growing conditions. حتى ال growing conditions تفرق لي كثيرا في ال concentration لل phytochemicals طلاب. يعني أنا ممكن أزيد ال phytochemicals compound داخل النبات، يعني أنا هسه أشتغل مثلا بحث أريد أزيد نوع معين من الالكالويدز، أعرف إنه أنا هذا النبات مثلا نبات عين البازون، أعرف إنه فيه أنواع من الالكالويدز مهمة بالاستخدامات الطبية. مثل البينكريستين والبينبلاستين، لأنه يستخدمان في علاج أمراض الكانسر، البينكريستين والبين والبينبلاستين، ذني موجودات، أعرف الموجود بهالنبات، أريد أزيده، أريد أزيد الكمية اللي يستخلصها من هذا النبات. فشو نسوي؟ ناخذ النبات، واحنا ذكرنا انه النبات اذا تعرض الى ستريس راح يسوي ديفنس عن نفسه ويزيد الفايتوكيميكلز. فازرع هذا النبات في ظروف غير ملائمه له، انه اوجه له ستريس معين له، سواء بالنيوترينت، بالسانلايت، بالدراوت مثلا، يعني كميه الوتر اللي يحتاجها، او انه عرضه الى مرض معين اثر فيه، فبالتالي راح يدافع عن نفس الديفنس، هذا راح يزيد لي الفايتوكيميكالز مثل البينكريستين والبينبلاستين، راح يزيد لي اياهم، وارجع انا شو اسوي؟ اسوي الاكستراكشن، راح القى انه الكميه صارت اكثر بكثير من النبات اللي هو النورمال اللي عايش بالحياه الطبيعيه النورمال، لان ذاك ما يحتاج يفرز كميات كبيره، ما عليه ستريس. واضح؟ فلذلك كمية المركبات الفعالة تختلف بحسب بيئة أو طبيعة حياة النبات. هل هو نورمال؟ القبيل، لكن هذا النبات إذا شلته من هالمكان زرعته بتربة ثانية ممكن يعطيني مركبات أخرى أو كميات أخرى من نفس المركب. واضح؟ حتى تكون عندكم تصور شوية كبير، خلي يكون عندكم يعني خدي دماغكم مساحة كبيرة ترى للنبات. النبات يعني عالم كامل، في اختلاف كبير جدا، يعني من التربة بحد ذاتها تغيرني من نوع المركبات. وهذا الشيء يمكن تلمسوه حتى بالغذاء، يعني نقول مثلا هاي الطماطة المستوردة طعمها يختلف عن الطماطة مالتنا، لأن هي مو طماطة، هي مو نفس النبات، مو نفس المفروض، مو نفس الثمرة. ليش تختلف؟ طبعا تختلف البيئة مالتها، تختلف التربة، تختلف السماد، يختلف، فتغير بيها بعض الأمور، تغيرت بيها. وحتى سلا أدارت أجيب هاي الطماطة وأسوي لها سيرش على الفايتوكيميكالز ألقى بيها اختلاف. إن شاء الله تكون شوية الصورة عندكم واضحة. These compounds are known as secondary plant metabolites and have biological properties. من ضمن الـ biological properties such as antioxidant activity, antimicrobial effects, modulation of detoxification enzymes, stimulation of the immune system, decrease of platelet aggregation, and modulation of hormone metabolism and anti-cancer properties. استخدامات كثيرة طلاب، كثيرة جدا للفايتوكيميكالز. There are more than thousand known and many unknown phytochemicals. It's well known that plants produce these chemicals to protect themselves. هاي ذكرناها، احنا قلنا النبات ما يفرز على مودنا احنا، طبعا هو يفرز له كويس بروتكت، لكن هي تعتبر عفوا كويس بروتكشن، يعني كويس بروتكت اله يستخدمها كبروتكت themselves. But recent research demonstrates that many phytochemicals can also protect the human against disease. قلنا هاي الفكرة الأساسية اللي إجت للعلماء منذ القدم، إنه ممكن نفس هاي المركبات هي protect the human against disease. Phytochemicals are not essential nutrients.
طبعا هي not essential nutrients اكيد، يعني ما اجي اكل الطماطه والخيار والباذنجان على مود phytochemicals، مو صحيح؟ And are not required by the human body for sustaining life، يعني اكيد ما نحتاجها بحياتنا الاعتياديه او اليوميه، but have important properties to prevent or to fight some common disease. راح ناتي على بعض البيولوجيكال اكتيفيتيز اوف phytochemicals. The phytochemicals present in plants are responsible for preventing disease and promoting health have been studied extensively to establish their efficacy and to understand the underlying mechanisms of their action. The studies have included identification and isolation of the chemical compounds. أساس هذه الدراسات هو لإيدنتيفيكيشن، تحديد، تشخيص، دراسة وإيزوليشن، عزلها بالإكستراكشن طبعا، هذا الكيميكال كومبوننت. إستابليشمنت أوف ذير بايولوجيكال بوتنسي بوث باي إن فيترو أند إن فيفو ستاديز. طبعا البيولوجيكال أكتيفيتي هذه درسوها بالفيترو، إن فيترو يعني بالمختبر، بالتيوبز يعني بالاجار بالبليت، وان فيفو ايضا درسوها سواء يعني بالنتيجه النهائيه يكون على هيومن، دائما يكون على الانيمالز مثل الراس مثل الماوس. الاكسبيرمنتال انيمالز يعني هذا الان فيفو طبعا بالبدايه لازم تكون بالاكسبيرمنتال انيمالز، قلنا مثل الراس والماوس بالاساس. اند ثرو epidemiological and clinical case، آخر شيء طبعاً اشتغلوها clinical control studies in man. Study findings suggest that phytochemicals may reduce the risk of coronary heart disease مثلاً، ممكن تقلل من خطورة الهارت ديزيز. By preventing the oxidation of low density lipoprotein LDL cholesterol. يعني ممكن يقلل لنا من خطورة أمراض القلب من خلال إنه يقلل من مستوى مثلا ال LDL. Reducing the synthesis or absorption of cholesterol, normalizing blood pressure and clotting. هذه ممكن كل هاي الاعمال يسويها منه هذه المركبات الفايتوكيميكالز، وراح قلت لكم تاخذوها بالتفصيل بالثالث ان شاء الله. And improving arterial elasticity. Phytochemicals may detoxify substances that cause cancer. ممكن حتى يعني يقلل من الاثار السلبية أو الآثار السمنية للكانسر. They appear to neutralize the free radicals. طبعا هذا من أهم طلاب من أهم الأمور اللي يعني مهم جدا بها النبات هو هذا neutralize the free radicals. تعرفون ترى احنا كل أجسامنا معرضة أنه تنتج free radicals، جذور حرة. تعرفون أنتوا شنو هي الفري radicals؟ احنا عندنا بالميتوكوندريا هي مسؤولة عن إنتاج الطاقة، مو صحيح؟ فإنتاج الطاقة شو راح يكون؟ بسلسلة من التفاعلات يكون فيها سلسلة انتقال الإلكترونات وعمليات أكسدة واختزال. أحياناً يصير طفرة يطفر أكسجين، أكسجين تايه، يعني يطفر من التفاعل. تعرفون شلون؟ أثناء هاي ست الأسهم اللي يتحول فيها مركب من هالمركب للمركب الثاني. أثناء التحول يطفر أكسجين حر. سموه free radicals، سموه reactive oxygen species، هو هذا أساس free radicals، واضح؟ ROS reactive oxygen species. الأكسجين تعرفون ما يكون هيك شيء، ما تكون بيونت واحدة، يعني مو درة واحدة، الأكسجين لازم يكون O2، لازم يحتاج إلى درة أخرى حتى يرتبط بيها.
هاي الطفرة إذا صارت، يعني هذا الشيء اللي صار فري راديكلز، هذا حر، حر وحده. بس هو من حر ما راح يكتفي انه هو حر وحده، هو يريد، هو رياكتيف اوكسجين سبيشيز، يريد لازم يرتبط بذره ثانيه حتى يستقر. فيظل هذا الفري راديكلز يظل حر، يبحث عن شنو اللي يرتبط به، فراح يرتبط به من فد مركب ثاني موجود بالجسم. طبعا ايش راح يتكون هنا؟ راح يتكون مشاكل، وراح يتكون عندنا المركبات اللي تشجع على تكون الكانسر، هاي الطفره. النبات شو يسوي؟ لما احنا نتناول نباتات تكون غنيه بالانتي اوكسيدنت، راح تجهز الجسم بمركبات يرتبط بها هذا الرياكتيف اوكسجين سبيشيز. يعني بدل ما هو يبحث هذا الاكسجين يرتبط بشيء موجود داخل الجسم، انا اعطيه فد مركب ثاني يرتبط به ويستقر، يستقر بعد ما في اي مشكله طلاب، يعني يبقى بالجسم هالشكل ما ياثر ولا يسوي اي شيء، وبمرور الوقت هو راح ينزاحم من الجسم. تعرفون شلون؟ فهذا هو معنى بشكل مبسط يعني الفري راديكالز. لما نقول انه النباتات تكون غنيه بالانتي اوكسيدنت، هي هاي نوع اوكسيدنت هو رياكتيف اوكسجين سبيشيز، اللي هو حر ويريد بس شيء يرتبط به، بدي خلينا نعطي هذا الشيء اللي يرتبط من النبات، وبالتالي نحمي أجسامنا من الفري راديكالز. إن شاء الله تكون شوية الصورة هيك واضحة عندكم، ولا ترى هي هذا؟ نعم دكتورة، نعم هاي الفري راديكالز من تدخل الجسم، نعم، بمن ترتبط؟ هي مو من تدخل للجسم بيه، هي مو تدخل لنا الفري راديكالز. شوف هو الفري هي تتكون بالجسم، تتكون نتيجة طفرة ميوتيشن أثناء التفاعلات اللي تحدث الطبيعية بالجسم. هي تطفر ذرة أكسجين يعني نتيجة خلل معين، نتيجة ضعف مناعة، نتيجة مرض معين، يصير طفرة. أحيانا الواحد يحس ما بي شيء بس هي صارت طفرة. فيا أما هو شوفوا طلاب، أكو إحنا عندنا بالانس بأجسامنا، أكو فري راديكلز وأكو أنتي أوكسيدنت. يعني هيك أتمنى تتخيلون شلون الميزان كفة فيها فري راديكلز، هاي تتكون مو تدخل لنا، تتكون بأجسامنا بأي سبب، بأي سبب حتى لو بدون سبب ميوتيشن. بالمقابل الكفة الثانية شنو عندنا بيها؟ أنتي أوكسيدنت. لازم عندنا إحنا بالانس، يعني أنا أكو فري راديكالز، أكو أنتي أوكسيدنت، ماكو مشاكل. إذا زادت يعني كفة الأنتي أوكسيدنت بأجسامنا على الفري راديكالز، صار عندنا مناعة، مناعة قوية من كثير من الأمراض، مو فقط لا سمح الله كانسر وغيرها، لا من كثير من الأمراض، حتى هاي مثلاً الإنفلونزا وغيرها، لما عدى الواحد هذه المناعة القوية يقدر يحارب مباشرةً المشاكل. يعني احنا بدنا نحكي على الانتي اوكسيدنت، قلت لكم كفه، والكفه الثانيه فري راديكلز. المشكله والمصيبه وين؟ لما تزيد كفه الفري راديكلز على الانتي اوكسيدنت عندنا، هنا لازم راح تظهر الامراض الخطيره، يظهر الكانسر، ماكو شيء يدافع بعد. فلذلك لازم الانسان دائما يحصن نفسه قدر الامكان بالانتي اوكسيدنت اللي تكون غنيه بالخضروات والفواكه، وخاصة طلاب يعني أعطيكم ملاحظة هاي علمية مهمة جدا، الألوان الكالرز الموجودة بالنبات، الألوان كلش مهمة. هذا لا تتصورها هو لون بس، لون خاصة الريد، الألوان الحمراء اللي هي مثلا أحمر، يعني وين شي بي أحمر مثلا الشواندار، مثلا اللهان الحمراء، الجزر الأحمر، هذا اللون الأحمر هذا شنو اللون طلاب؟ هذا فلافينويد، هذا نوع من الفلافينويد، هو يعطي هذا اللون. هو الالوان شنو؟ مركبات كيميائيه، يعني فايتوكيميكالز. ترى هذا اللون الاحمر نوع من الفلافينويد غني جدا جدا بالانتي اوكسيدنت، يعزز عندنا المناعه. فتناول كل ما هو بيه لون احمر. اللون الاخضر هسه اخر الابحاث ايضا بيقولون انه الاخضر منين جاينا؟ كلوروفيل، والكلوروفيل هو من انواع ايضا الفلافينويد. الكلوروفيل يقول لك هذا مو الكلوروفيل، هو صح صبغه لكن هي غنيه بيمن، غنيه بالاكسجين.
غنية بالأكسجين يعني المشبع، بحيث هو أيضا راح يروح يرتبط له بالفري الأكسجين هذا التايه الرياكتيف أكسجين سبيشيز ويخلصنا منه، باعتبار هو مصنع الفوتوسينثيسيس، هذا اللون الأخضر مصنع الفوتوسينثيسيس، ويكون غني بأكسجين، مو فري طبعا، يكون الأكسجين هذا يعني ستيبل، وأيضا يتخلص من الري اكتيف اوكسجين سبيشيز ار او اس. واضح؟ فالفري راديكالز ما تجينا طلاب ترى من برا، وانما هي تنخلق داخل اجسامنا نتيجه سوء تغذيه، نتيجه ضعف مناعه، نتيجه طفره، ايا كان السبب يعني. فلازم احنا عندنا ترى باجسامنا، احنا كلنا عندنا انتي اوكسيدنت ترى طلاب. احنا يعني اطمئنوا انه احنا اجسامنا بيها انتي اوكسيدنت من خلال كل الاكل اللي ناكله احنا عندنا. لكن يجب أن دائما نحاول نزيد هاي ظروف الحياة واللي نتعرض لها من إشعاعات، نتعرض من كيميكالز، مواد غذائية مصنعة خطرة جدا طبعا، هذه مواد الحافظة. فلذلك احنا هم لازم نزيد شوية كثرة الأنتي أوكسيدنتس، وإلا هي موجودة لكن نريدها هي الغالبة على الفري راديكالز، حتى رأسا نسوي ريبيرنج، رأسا ريبيرنج، يعطل شيء رأسا هو الجسم يصلحه، بس إذا ما لقى المصلح أو ما لقى الأدوات الاحتياطية اللي يصلح بيها راح يظهر، راح يظهر بشكل مرض خطير وصعب علاجه طبعا. هذه هي مفهوم يعني بشكل بسيط جدا، ولا هي ترى مادة كاملة يعني، احنا كنا ندرسها هذه مادة كاملة، هي الفري راديكالز يعني كورس كامل درسناه يعني. زين، هسه نيجي على studying findings suggest that phytochemicals may reduce the risk of هاي قلناها، هذني كلها ذكرناها. قلنا they appear to neutralize free radicals، تعادل لنا يعني هاي الفري radicals نتخلص منها. inhibit enzymes that activate carcinogens، ممكن تأثر أيضا، تثبط الإنزيمات اللي تحفز الكارسينوجينز طلاب، يعني أكو جينات هي يصير فيها طفرة تأثر على تسوي كانسر، يعني تعرفون شلون، مو شرط هو الكانسر يجي من هذا من الفري راديكالز، لا، من الكارسينوجينز تجي هاي الفايتوكيميكالز تسوي انهبت للإنزيمز اللي تشتغل عليها. فأنا إذا ثبطت هاي الإنزيمات راح أيضا تقل أو نمنع عمل الكارسينوجينز. activate وأيضا نسوي activate الإنزيم ذات detoxify carcinogens. واضح؟ يعني عندنا إنزيمات هي تزيد كارسينوجينز، هاي شو نسوي لها الإنزيمات؟ لازم نسوي لها inhibition. وأكو phytochemicals لا، تفعل الإنزيمات اللي هي أصلا detoxify carcinogens. واضح؟ يعني لها اكثر من مسار هاي الفايتوكيميكالز في علاج الكانسر، لها اكثر من مسار. For example, according to data summarized by ميجر اند تومسون، مثلا عندنا الجينستين. الجينستين هو فايتوكيميكال prevent the formation of new capillaries that are needed for tumor growth and ميتاستاسز، مثلا بعض هذا المركب مثلا يمنعنا من التطور او زياده، يعني احيانا هو الشخص لا سمح الله انصاب بالكانسر او شيء، ممكن ايضا يعني ممكن نقلل من اثاره الجانبيه، ممكن نقلل من انتشاره من ناحيه السرعه الحجم ايضا بالفايتوكيميكالز. The physiological properties of relatively few phytochemicals are well understood and more many research has focused on their possible role in preventing or treating cancer and heart disease. يعني لا زال الطلاب، هي الابحاث لا زالت مستمره على الفايتوكيميكالز، ما متوقفه نهائيا، يعني بين فتره وفتره يكتشفون مركبات جديده، استخدامات جديده لهالمركبات هذه. يعني مثلا راح نجي على تيبل نمبر 1، هنا عندنا هذا التيبل يوضح لنا بعض البايو اكتيف فايتو كيميكالز ان ميديسينال بلانت، راح يعطينا كلاسيفيكيشن الى
كلاسيفيكيشن يعني لل للميديسينال يوزز. وهنا راح عندنا المين جروبس اوف كومباوند، اهم المجاميع النباتيه الموجوده بها هذه المركبات والبيولوجيكال فانكشن لها. يعني مثلا ناخذ ان اس اي اللي هو نانو ستارش بولي ساكرايدز، وين ممكن اني احصلها؟ من السيلولوز، الهيمي سيلولوز، الجامز، ميوسيليز، بكتينز، لجنينز. كل هاي موجودة طبعا بالنباتات. البيولوجيكال فانكشن إلها هو يكون water holding capacity، delay any nutrient absorption، binding toxins and bile acids. نأتي على مجموعة مثلا الانتي بكتيريال والانتي فانجال، ممكن نلقاها بالكاربينويدز، بالالكالويدز، بالفينوليكس بشكل عام. سواء inhibitors of microorganisms reduce the risk of fungal infection. الانتيوكسيدنت ممكن نلقاها بالبوليفينوليك كومباوندز، الفلافينويدز مثل ما قلت لكم، كاروتينويدز، مجموعة الكاروتين، توكوفيرول واسكوربيك اسيد اللي هو يعني فيتامين سي. البيولوجيكال فانكشن يعتبر اكسجين فري راديكال كينشينج، يعني هو اللي راح يلزمها انهبيشن اوف ليبيد بيروكسيديشن. انتي كانسر طبعا هي ممكن تكون الانتي اوكسيدنت هي انتي كانسر، نلقاها بالكاروتينويد. طبعا هي الكاروتينويد هي مجموعه صبغات يعني كلرز، هي تعطيني الوان، وبالذات اللون هنا الكاروتينويد اللون الاورنج، طلاب الاورنج يعني اللي هو بالكاروت بالجزر وغيره. عندنا بوليفينولز، الكركمين، فلافينويدز، بالكركم يعني هاي الالوان، هاي مجموعه الاصفر والبرتقالي والفلافينويدز اللي هي كل الالوان والاحمر بالذات ايضا. انهبيترز اوف تيومر، انهبيتد ديفلوبمنت اوف لانج كانسر، انتي ميتاستاتيك اكتيفيتي. Detoxifying agents, reductive acids, tocopherols, phenols, indoles, aromatic, iso, theocyanates, coumarin, flavones, carotenoids, retinoids, cyanates, phytosterols, كل هذه المركبات. سو inhibitors of procarcinogen، يعني اصلا هي هاي تثبط شلون نقول جذور او ما قبل الكارسينوجين، يعني مثلا سواء كانت هي الجينز نفسها يعني اللي راح تتحول او الانزيمز اللي تشتغل عليها، فقبل اصلا ما يبدي يعني ما يتكون المرض هي اصلا تثبط يعني البرايمري إلى يعني الاسس مالته. Inducers of drug binding of carcinogens، ممكن يحفز على يعني عمل الدراجز اللي تشتغل على الكارسينوجين طلاب، يعني ممكن هي تزيد من عمل الادويه الدراجز. Inhibitors of tumorogenesis. Others مثل عندنا الالكيلوز، تيرفينويد، رغم هي الالكيلوز تعتبر توكسين بشكل عام للانسان. الالكيلويدز طلاب من اخطر التوكسينز الموجوده بالنبات هي الالكيلويدز، لكن بعض الاحيان وبعض الانواع تستخدم طبيا في علاج بعض الحالات المرضيه، رغم انه هي بحد ذاتها تعتبر توكسينز. راح ناتي على الكلاسيفيكيشن اوف phytochemicals. The exact classification of phytochemicals could have not been performed so far. يقول يعني تصنيف الفايتوكيميكالز حقيقة هو صعب جدا لكثرة الأنواع والأنواع، و يعني بي رينج كبير جدا، و
يعني اللي خلينا نقول الاسس البيسز اللي يكون عليها الكلاسيفيكيشن متنوعه. يعني احيانا يصنفون الفايتوكيميكالز على اساس الاستخدام، احيانا يقسموا على اساس العوائل النباتيه، احيانا يتقسم على اساس الاستخدام الطبي، يتقسم على كثير من الانواع البيسز اللي يستند عليها الكلاسيفيكيشن. Because of the wide variety of them, recent year phytochemicals are classified as primary or secondary constituents depending on their role in plant metabolism. Primary constituents include the common sugars, amino acids, proteins, highly primary purines and pyrimidines of nucleic acids. هل تعتبر primary؟ كلوروفيل اتسترا، حتى الكلوروفيل يعني يعتبر برايمري. ليش؟ لانه هو يعني يقوم بالفوتوسينثيسيس، لكن احيانا ينحط ويا السكندري. سكندري كونستيتيونتس ار ذات ريمينينج بلانت كيميكالز، ما تبقى من هذه المركبات بالنبات، اللي هي الالكالويدز، تيركين، فلافينويدز، لجنان، بلانت ستيرويد، كوركومينز، يعني هاي الموجود بالكركم، يعني سافونين، فينول، flavonoids and glucosides. Literature survey indicates that phenolics are the most numerous and structurally diverse plant phytoconstituents. شوفوا طلاب، احنا من الاغلب هو احنا عندنا ترى بالنباتات بالاصل هو three classes of phytochemicals: phenols, alkaloids, terpenes. منو الاكثر بيهن؟ هنا صار اختلاف بحسب المصدر. الان هسه مضتكم اياه دا يقول الفينول، بعض العلماء قالوا الالكالويد اكثر، يعني ممكن الفينول يكون فيه بال 4000 نوع، احيانا قالوا لا العدد الالكالويد يوصل لل 5000، بعضهم قال لا الفينول يوصل لل 6000. ليش يا طلاب اكو شلون المزايده؟ خلينا نقول لان هي فعلا المركبات في اكتشاف مستمر وانواع كثيره جدا جدا. فهنا أنا مثلا عندنا الفينولكس ممكن نقول عليه هو الاكثر. اي نعم، مثلا هذا نوع من التقسيم يقول الفينولكس حوالي 45%، ياتي بعد التيربين اند ستيرويد 27%، والالكلود بالمرتبه الثالثه 18، والاذرز هي 10. هي هاي الانواع الاساسيه: فينول، الكلويد، تيربين. نأتي على الفينولكس كومباوند. Phenolic phytochemicals are the largest category of phytochemicals and the most widely distributed in the plant kingdom. The three most important groups of dietary phenolics are flavonoids, phenolic acids, and polyphenols. طبعا هذا موجود اللي هي الفينولكس اللي هي مركبات الفينوليه بشكل عام، الفلافينولز قلت لكم ناخذها دائما من الكلرز، والفينوليك اسيدز اللي الاحماض الموجوده داخل النبات، اند بوليفينولز. يعني الثري جروبز اللي بين الثري جروبز بالفينولكس كومباوند هي فلافينولز، فينوليك اسيدز او بوليفينولز. فينوليك ار هيدروكسيل جروب، هو الفينول عبارة عن رينج طلاب، عبارة عن رينج مرتبطة به مجموعة هيدروكسيل، هالشكل يكون هذا مركب فينول، عبارة رينج اتوم اتاش تو هيدروكسيل جروب، هذا هو الفينول، رينج كومباوند اتاش او رينج جروب اتاش تو هيدروكسيل، containing class of chemical compounds where the OH group bonded directly to an aromatic hydrocarbon group. هو حلقة أروماتية يعني سداسية تكون 6 ring attached to hydroxyl group. هذا هو الفينول. فينول بشكل عام هو C6 لأنه احنا قلنا هو 6 ring aromatic
H5OH، لازم عندي C6H5OH. طبعا هذا الستركتشر الرئيسي له. نيجي بعدين على التفرعات. It's considered the simplest class of this group of natural compounds. Phenolic compounds are large and complex group of chemical constituents found in plants. They are plant secondary metabolites. طبعا هاي اكيد. They have an important role as defense compounds. Phenolics exhibit several properties beneficial to humans. أظهر الفينولز أو المركبات الفينولية الكثير من الأهمية أو الاستخدامات للهيومنز. And its antioxidant properties are important in determining their role as protecting agents against the free radical mediated disease process. هاي مثل ما أنا هسه ذكرت لكم إياها ومثل ما شرحناها. Flavonoids are the largest group of the plant phenols. الفلافونويدز هو الجروب الأكبر بالفينوليك أو الفينولز. And the most studied والأكثر دراسة، يعني الأكثر بحوث ودراسة وتوجه عليه هو الفلافونويدز. نأتي المرتبة الثانية من الجروبز هو الفينوليك أسيدز. Form a diverse group that includes the widely distributed hydroxy benzoic hydroxy cinnamic acid. هذه من اهم انواع الفينوليك اسيدز، يعني تواجد بشكل احماض. Phenolic polymers commonly known as tannin are compounds of high molecular weight that are divided into two classes, hydrolyzable and condensed tannin. التانينات طلاب طبعا فد جروب واسع جدا، يعني التانين مو يجي واحد يقول له هو نوع رئيسي من الفايتو كيميكلز، هو لا، نوع من انواع الفينوليك كومباوندز. التانين ايش يتميز عن باقي انواع؟ شلون انا اقول هذا تانين وهذا فينول اخر؟ التانين يتميز ان هو هاي موليكولار ويت، هاي اكثر من 20,000 دالتون، يعني مركب فينولي وزن الجزيئي أكثر من 20,000 دالتون. هذا أحطه خانة منه التانينات. والتانينات فيها هيدرولايزابل، يعني شنو معناها؟ ذائبة. وعندنا الكوندنس تانين اللي هو النان هيدرولايزابل تاني، أيضا تختلف حتى هنا بالموليكولار ويت، يعني حتى يكون هيدرولايزابل يكون موليكولار ويت إلى أقل من الكوندنس تانين. كوندنس تانين مذوب طلاب، مذوب، يعني حتى احنا من نتناولها مذوب بأجسامنا، ما تتحلل، صعبة جدا. موجودة بالشاي، موجودة بالشاي هذا اللي نتناوله، موجود بالقهوة، ذاك يعني الكثرة من عدة شوية مضرة، لأنه يترسب، ترى يترسب بالمعدة، على جدران المعدة يترسب. يعني مو مثل الهايدرولايزابل، طبعا الشاي هم بيه هايدرولايزابل بالمناسبة. وبي كوندنس تانين فهذا يترسب شوية، يكون بضرر، يعني كل ما زيد الكمية راح يأثر على المعدة وعلى أجسامنا، لكن مو معناها ما يتخلص منه الجسم نهائيا. لا، أحيانا نتناول بعض الأغذية، بعض المركبات يسوي تشليتينج لهذا التانين، يعني يتشلب بيها، فش يصير بيها؟ تنطرح للإنتستينال مصلز وغيرها للأمعاء، تنطرح. مو هو ذاب ولا هو تحلل، لكن تشلب بمركب ثاني انطرح وياه هالشكل. واللي ما يتشلب بغير مركب شي يصير بيه يترسب على جدران المعدة. هذا من أنواع الكوندنس، يعني اللي هي تكون شوية مضرة. ناخذ الفينوليك أسيدز. أو طلاب الفينوليك أسيدز بيها شرح شوية مطول، والساعة هسه 11 وربع، فنكمل إن شاء الله شرح المحاضرة يوم غد إن شاء الله. أرجو أن تكونوا استفاديتوا من شرح اليوم، ولو أنتم مشاركتكم ضعيفة طلاب. السلام عليكم دكتور. أهلا نوران. هلا نوران.
دكتورة، إذا ممكن تنزلي لنا تسجيل المحاضرة، لأنه الصوت كل شيء يقطع هاي المحاضرة، فمو كلها خصوصا البداية يعني كان حيل يقطع. ليش ما قلتوا لي طلاب كان اغلق وافتح مرة ثانية؟ ليش ما قلتوا لي؟ دكتورة يعني كيف هذا؟ حتي هون هيك هذا حتي هيك طلاب كان يعني حتي التسجيل هيك كان طلاب هو يقطع شوف يعني. نعم بس اعطيكم ملاحظة طلاب. نعم احنا دكتورة. هسه مثلا بالدوام الحضور الاعتيادي الاستاذ يدخل للقاعة يشرح المحاضرة مو صحيح؟ وبعدين نعطيكم اياها على شكل وورد او موجوده بالكتب صح لو غلط. ما مطلوب من الاستاذ انه يعطي المحاضره فيديويه، ترى هسه اللي يصير يعني يعطيها مسجله صح لو غلط، يعني الاستاذ يشرحها مره واحده بداخل القاعه تبقى هي عندكم كدوكيومنت عندكم على الورق.